السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات، نكمل موضوع الاحتكاك وناخذ عليه مسائل عن موضوع الفراكشن الاحتكاك. بهذا السؤال عندي السؤال الأول 400 هذه 400 نيوتن بلوك is resting on a rough horizontal surface. عندنا 400 نيوتن وزن جسم موضوع على سطح أفقي. which the coefficient of fraction 0.4 معامل الاحتكاك بين السطح وبين التماس السطح الثاني 0.4. determine the force be required to cause motion to embed. نريد نوجد القوة المطلوبة لتجعل الجسم الشروع بالحركة embed. if applied إذا كانت مسلطة على الجسم بحالتين، الحالة الأولى إذا كان الجسم horizontal القوة العفو أفقية، وإذا كانت القوة تميل downward رقم بي 30 درجة على سطح الأفق. إذا أخذنا هذا الجسم بهالشكل وقلنا هذه موضوع على سطح الأرض، الوزن مالته هنا W يساوي 400 نيوتن، زين، وهاي القوة الحالة الأولى البي إذا كانت القوة شنو أفقيا. إحنا أخذنا الرفرنس مالتنا، قلنا بهاي الحالة الرفرنس مالتنا إنه الإكس والواي بهالشكل، هذا الإكس وهذا الواي. البي موجودة على الإكس ما تتحلل، والواي موجودة الدبليو على الواي. يكون فعل رد فعل، إذا هنا مثل ما عرفنا رد الفعل A، وللقوة البي رد الفعل مالتها راح يكون الاف الفراكشن فورس قوة الاحتكاك، هذه اللي بالصورة المائلة. هسه اذا اريد اجي اقول مجموع القوة لانه متزن يساوي صفر، زين بسميش للواي حتى اوجد الان، فراح تصير عندي الان للاعلى يعني موجب، ايش للاعلى موجب هذا، وللاسفل سالب، وهذا من هنا موجب وبالشكل هذا سالب، فراح تكون عندي الان ناقص 400 يساوي لنا صفر، الان يساوي 400 نيوتن. هاي الحاله الاولى الاي اذا كان اذا كانت القوه هوريزونتال افقيه، اذا كانت القوه افقيه مؤثره. هنا الحاله الثانيه مجموع القوى على الاكس يساوي صفر، البي عكسها الاف، البي ناقص اف راح تساوي هنا عندي بي ناقص اف صفر، والبي العفو ناقصا الميو في الان يساوي صفر. مثل ما عرفنا انه قوة الاحتكاك هذه قوة الاحتكاك اللي هي الفراكشن فورس، هذه الاف نفسها، هذه معامل الاحتكاك في رد الفعل عمودي، فالبي راح تساوي الميو هنا 0.4 في الان 400 وتساوي لي 160 نيوتن. الحالة رقم بي هذا وجدنا البي، إذا كانت القوة تميل هنا هذه، إذا كانت القوة مرسومة بهالشكل تميل 30 درجة على الأفق هذا البي، وهنا الوزن الدبليو، إيش راح يكون عندي هنا؟ راح يكون عندي نفس الحل، أقول عندي قوة معاكسة للبي اللي هي الفراكشن فورس، وهنا عندي الان للأعلى، الان. الان الاعلى، بس هذا تتحلل الى مركبتين، البي مركبه بهذا الاتجاه ومركبه بهذا الاتجاه بنفس اتجاهها، مرسومه من الزاويه، اذا هي بي كوساين 30 وبي ساين 30. زين هسه من اجي ارسمهن نفس الرفرنس مالتنا انه الاكس منا والواي منا بنفس الاتجاه، على الواي مجموع القوى على الواي يساوي صفر. راح اشوف عندي هنا الان للاعلى ان ناقصا، هذه الان ناقصا هذني الاثنين هذه وهذه، زين هذني الاثنين اللي هي الدبليو ناقصا ب ساين 30 يساوي لي صفر، زين الان ناقصا الدبليو هو 400، زين في البي ناقصا البي ساين لثلاثين، ثلاثين يساوي صفر، البي نفسه ساين لثلاثين نصف، إذن 0.5 في البي يساوي صفر، هذه معادلة، فالآن راح تساوي عندنا هنا 400 أحولها من ناصر موجب زائد 0.5 في البي، هاي يسميها معادلة رقم واحد. حتى أحل هاي المعادلة أجي
آخذ معادلة أخرى بمجموع القوة على اليمين، مجموع القوة على الإكس يساوي صفر. الإكس شنو عندي؟ البي كوساين هو سالب من رايحة إلى هذا الاتجاه، وهذا رايح لهذا الاتجاه، إذا هذه عكس هذه. فالبي هذه كوساين لثلاثين، هذه بي كوساين لثلاثين ناقص الفراكشن فورس يساوي لي صفر. زين البي أنا أحتاجها، كوساين لثلاثين هنا هي عبارة عن بوينت 86 من الحاسبة، هذه بوينت 86 من الحاسبة، أجي أحسبها بالحاسبة أشوف إنه كوساين هذه ناقصا هذه الميو اللي هي بوينت 4 في الان، بوينت 4 في الان، خلينا نقول الميو، الميو في الان يساوي صفر. هسه نكتبين مرة ثانية، بوينت 86 في البي هذه ناقصا الميو بوينت 4 هنا، شنو عندي بالان؟ أجي أعوضها وين؟ بهذه. شنو عندي هنا؟ أعوضها هنا، فأجيب هذه أعوضها هنا اللي هي الان معناتها 400 زائد 0.5 بي يساوي لنا صفر. 0.86 بي ناقصا هذا يصير 160 زائد 0.2 بي، 0.2 بي يساوي لنا صفر هذه كمعادلة. فأجي أحل هاي المعادلة، راح أشوف من هاي المعادلة البي هذه ويا هذه المعادلة، هذه تدخل هنا نصير سالب وهنا أيضا نصير سالب، فالبي من هذه راح تساوي لي 240 هنا بوينت 23 نيوتن. هذا بالنسبة لهذا السؤال، هنا شلون بس حللت البي إلى مركبتين وأخذت الإكس والواي، هذه هنا فوق أخذت الإكس، هنا بتعويض، هنا بتعويض معادلة واحد في معادلة اثنين، هذا أسميها معادلة رقم اثنين. أجي شنو عندي الآن أنزل هنا، وبالتالي هذا هو الحل للسؤال. شكرا جزيلا.